شوف بقى الخبر اللي بعده. رواد التواصل الاجتماعي يتساءلون، هل يجامل محمد رمضان أشرف زكي في الأسطورة؟ بيقولوا إن هو بيجاملك بإنه الفنانة الكبيرة روجينا دايماً بتعمل أدوار بطولة معاه. إيه حقيقة الكلام ده؟ طب وانحراف هو اللي مجاملني؟ وبنت السلطان هو اللي مجاملني؟ لا وهضيف لك وهكمل لك واضيف لك اقول لك كلمه بقى بجد بصراحه، يعني المفروض اكون ضدك يعني. ده هي اللي جملت بدخولها هذا المسلسل. طيب الاسطوره هقول لك بقى حاجه دي تانية. عملت دور الناس مش قادره تنساه لحد النهارده، والبرنس. لا البرنس يا عمري عملت دور مرعب يا عمري، بس كده صاحب الفضل. خلي ده كلمتين، خلي الحكم للجمهور. طب نرد بس على اتنين. نرد انا هطلع دلوقتي من عباءه ان انا هرد عليكي. لا هرد بالعكس، ده فرصه في دوري. هرد عليكي ودي فرصه. روجينا عندها محطه مهمه جدا في حياتها بلقائها مع المخرج محمد سامي، واذا كان في حد ليه فضل بعد ربنا فهو محمد سامي. كلمه حق محترف، اختيار محترف، اختيار روجينا صراحه محمد سامي، بدليل ان اخر حاجه عملتها مع سامي هي روجينا بتشال مع محمد سامي على طول، من اول سبق الاصرار الى اما شفنا البرنس. كل النجوم اللي بيطلعوا معايا بيطلعوا معايا في حته ثانيه. هل هي روجينا نجحت في البرنس ولا ما نجحتش؟ بقول لحضرتك ايه اللي اضافت؟ بس خلاص. انما محمد رمضان ما بيتدخلش. طب انت بتتضايق لما اكيد طالما سمعك انه يعني مش اول مره انك تسمع ده، انه هي روجينا بتمثل مجامله ليك. ما هي كانت عارضه ازياء وانا عرفتها من عارضه ازياء، يعني مش خريجه المعدل العالي في المسرحيه، ما اشتغلتش مع يوسف شاهين، ما عملتش بطولات. نرمي بقى المال والبنون، ونرمي الحلميه، ونرمي هانم جاردن سيتي، ونرمي كل التاريخ ده. يعني روجينا تكاد واحده من الممثلات القلائل خريج المعدل العالي في المسرحيه. ما كانتش مودلز اعلانات. انا خدت اجابتي. اللي بعده باسم سمره ورحاب الجمل بيقولوا انه الاثنين اجبرتهم على الصلح، وانه الصوره دي يعني لزوم التصوير، لكن اللي في القلب في القلب. هو الصوره دي فين؟ في بيتك؟ هم اللي جم يعني، هم جوا لي مستريحين، قالوا احنا جايين نعتذر واحنا اهو بتاع. والصلح خير. الصلح خير، محدش دخل جوه. طب جوه الصلح القلب. ده كان بس للجمهور للناس ولا هم من جوه؟ والله الاثنين طيبين، باسم طيب جدا ورحاب طيبه جدا. وهم الاثنين كلموا بعض، وباسم كلم رحاب ورحاب طيبه جدا وبتاع، ولكن يعني احنا في الاخر في المجال الفني مش هنقدر نخسر بعض. رحاب الجمل كانت داخله فيلم اسمه عموه. مين عموه؟ عموه مين عموه؟ محمد عادل امام. طيب وبعدين قيس فجأة؟ لا يعني ما اعتقدش ان في حد في الدنيا قادر على انه فيلم بطولة محمد عادل امام هيمد ايده في الفيلم. احنا مش عاملين فيلم بطولة وجه جديد يعني. هي قالت انه في حد تسبب ان هي مش تم استبعادها من الفيلم. مش هيسمح نجم زي محمد عادل امام بالعبث ده.